الروابط التساهمية: فقط الغازات النبيلة هي التي تتواجد ذراتها في حالة مفردة نتيجة اكتمال مستوى الإلكترونات الأخير، أما باقي عناصر الجدول الدوري فالمدار الأخير يكون ممتلئ جزيئيا بالإلكترونات. في حال تفاعل الذرات المختلفة، مثل ذرة فلز مع ذرة لا فلز، يحدث انتقال للإلكترون من ذرة الفلز إلى ذرة اللافلز في انتقال تام للإلكترون، وبذلك تتكون الرابطة الأيونية. ولكن في حال ارتباط ذرتين متشابهتين، فإن الرابطة هنا تحدث نتيجة مشاركة كل ذرة بإلكترون من إلكترونات الرابطة، ولذلك تسمى الرابطة بالرابطة التساهمية. من الممكن أن تتكون أكثر من رابطة تساهمية بين الذرات بعضها وبعض. مثلاً، جزيء الأكسجين يتكون من ذرّتي أكسجين ترتبطان معًا برابطتين تساهميتين، وجزيء النيتروجين يتكون من ذرّتي نيتروجين ترتبطان معًا بثلاثة روابط تساهمية.